وفي كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان، وبرعاية قدس الأب خليل رحمه مؤسس جوقة سيدة لويزا ومدرسة الموسيقى في لبنان. احتفلت جوقة ينبوع المحبة في الأردن بإطلاق كتاب بعنوان كل نسمة فلتسبح الرب، حيث يحتوي الكتاب على 100 ترنيمة بيزنطية من شأنها أن تساعد العازفين والموسيقيين على استخدام ترنيمة جديدة في أعمالهم الفنية. وخلال الاحتفال الذي حضره سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وعدد من الأباء الكهنة وجمع غفير من المؤمنين، أعلنت الجوقة القائمة على إصدار الكتاب أنها ستعمل على تسهيل وصوله إلى الكنائس العربية في كل مكان. اليوم احتفلنا بانطلاق كتاب جديد عنوانه كل نسمة فلتسبح الرب. هو كتاب جديد من تأليف كلمات وتلحين شباب أردنيين، وهذا مفخرة لنا، والمؤلفون والملحنون هم أعضاء جوقة مضى على تأسيسها 17 سنة، اسمها جوقة ينبوع المحبة، أصبحت مشهورة في الأردن، هي ترنم بالمناسبات المختلفة حتى في مناسبات وطنية ومناسبات أيضا دينية. العام رتلوا أمام جلالة الملك بمناسبة عيد الميلاد وحضور الرئيس الفلسطيني وأكثر من 500 شخصية أردنية وفلسطينية وعالمية. هذه الجوقة رتلت في الأردن ورتلت في الدول العربية، رتلت في أوروبا، وأصبحت فعلا ذات بعد عالمي ودولي. نهنئ هذه الجوقة ونطلب لها الديمومة. من الملاحظ أن هذه الجوقة تنتمي إلى كل الكنائس، فهي ترتل حسب الطقس البيزنطي أو حسب الطقس اللاتيني، وأعضاؤها ينتمون إلى كل الكنائس بدون تمييز، وهذه علامة وحدة، وهذا ما نتمناه لكنائسنا في هذا المجتمع الأردني. جوقة ينبوع المحبة بهالعمل الفريد من نوعه بالدولنا العربية يعني، وبالرعاية كان اللاتينية أو كل الرعاية اللي بترنم الترنيم العربي بالكلمات بالعربي، هذا مشروع كتير مهم، لأنه نحن بحاجة لهالكتاب يلي فيه من ترانيم، يلي فيه من كتاب المقدس الكلمات، وألحان شبابية وألحان للخدمة القداسات والحفلات الليتورجية. من هيك هذا العمل مع جبارة، أنا عن جد بقول له يعطيك ألف عافية، لأنه من زمان عم يحكيني عن هالمشروع وهلا اتحقق. أنا بوجه له أكبر تحية، ووجه تحية لكل شخص ساعد بهيك إنشاء هيك كتب حتى تبقى، لأنه ترانيم إذا من الرتلة بس على السمع بتنتهي بعد فترة، أما إذا دونت وكانت حقيقة موجودة بمتناول كل الجوقات، هيدا غنى وتسبيح للرب، مثل ما قايلين كل نسمة فلتسبح الرب. الكتاب إذن هو من 15 قسم لمختلف نحكي المناسبات الكنسية. اليوم كمان تشرفنا بحضور أبونا خليل رحمه من لبنان رئيس جوقة لويزا، وهالكتاب يعني فينا نقول هو مثل ما فهمت الأول من نوعه بالشرق، بيحتوي على النوت الموسيقية بالطريقة الغربية والكوردز، وهذا رح يسهل على القائدين الجوقات حتى يدخلوا ترانيم جديدة. الكتاب هو مسيرة 20 سنة، يعني لازلت أذكر أنه أول ترنيمة قدمناها كانت مريم يا كنز السماء قبل 20 سنة، واليوم نشكر الله مع هالمسيرة ومع جوقة ينبوع المحبة من 18 سنة تقريبا قدرنا. بنحب أورجيك إياه، هو هذا الكتاب إذا كل نسمة فلتسبح الرب. حاولنا بهذا الكتاب، بحب كمان تشوفوا أنه عملنا الخط كبير حتى يسهل، والنوتس حتى يسهل على العازف كمان في حال أنه بده يرتل ويعزف. صراحة يعني أنا كثير سعيد ومش عارف شو بدي أقول غير نشكر الله على هالمسيرة الكبيرة حتى نأدي هذا الكتاب، وأشكر كل الأشخاص اللي تعبوا فيه، كل الأشخاص اشتغلوا من سنوات طويلة، أشخاص موجودين اليوم بالأردن وأشخاص غايبين. إن شاء الله هالكتاب نحاول كل جهدنا يوصل لمختلف الكنائس الناطقة باللغة العربية، لأنه هو للغتنا لكنيستنا العربية. وشكرا لكم للنورسات وحضوركم اليوم، ونحن نصلي لكم واذكرنا بصلاتكم.